برضو وانا كمان عايزه اشترك فيها وعايزه كمان الرياضه بتاعتك هي فعلا هي اصلا حاجه ممتعه كفايه ان هي بتبقى اوت دورز يعني كمان واحد بيستمتع بالجو بره. عايزه اضيف على كلامك كمان يا هند انه في مبادره ثانيه اطلقتها وزاره التعليم العالي تشجيعا للمبادره الاولى لكنها تحت شعار دراجه لكل طالب. المبادره دي بقى بتستهدف 3 مليون طالب وطالبه داخل 53 هيئه جامعيه. كمان الجامعات هتقوم بترشيح 100 طالب من المتميزين في المجالات المختلفه بالاضافه لنسبه 5% من اعضاء هيئه التدريس و5% من العاملين، وهيتم منح الطالب المتميز دراجه مكانيه بشرط التخرج من الجامعه. طبعا فكره حلوه جدا نتمنى انه الكل يشارك فيها، ولو بصينا في معظم كمان البلاد المتقدمه هنلاقي انه معظم شعوبها بتهتم جدا بالرياضه دي والاغراض مختلفه جدا، وكمان الدول دي بتقوم بتخصيص اماكن لسير الدراجات بالشوارع كمان عشان يشجعوهم وان هي تكون الوسيله البديله للمواصلات بشكل دائم. على سبيل المثال هنلاقي اغلب سكان الولايات المتحده بيستخدموا الدراجات لخساره الوزن عشان ركوبها في الساعه بيحرق حوالي 600 كالوري، وبيبلغ عدد ركاب الدراجات في امريكا 32% من حجم سكانها، ده رقم كبير. ولو اتكلمنا كمان ولقينا في السويد والنرويج وفنلندا وصل عدد مستخدمي الدراجه بشكل يومي حوالي 60% من حجم السكان. اما في الصين بقى بيعتمدوا على الدراجه لتلبيه الاحتياجات الشخصيه زي الشوبينج والعمل، والسنوات الاخيره كمان وصل عدد الدراجات في العالم لمليار دراجه. كمان في الحاجات الظريفه جدا اللي لقيناها السنه اللي فاتت في الحج انه في 8 بريطانيين وصلوا للسعوديه على متن دراجات هوائيه في رحله وصلت لشهرين مرورا ب 17 دوله لاداء فريضه الحج. حاجة جميلة جدا. احنا كمان نتمنى ان احنا نبدأ حياة جديدة كلها حيوية ونشاط ورياضة وطاقة ايجابية. فعلا فرح طاقة ايجابية انها بتفرق في النفسية جدا.